الطاقة النووية الآن أصبحت ربما يعني جزءا مهما لا يجب إغفاله، سيما في أوروبا. يعني لدينا بعض الأرقام، وأتمنى أن تكون الإحصائية يعني دقيقة. يقول لحضرتك أن مثلا دول تعتمد على الطاقة النووية فتكفيها أو فتكفيها 70% من احتياجاتها في فرنسا، 40% السويد، 36 سويسرا، 20% أمريكا، وهكذا. وهنا السؤال، هل هناك خطوات في الخليج العربي للاعتماد على الطاقة النووية؟ رأينا مثلا محطات في الإمارات، ولكن ماذا عن غير الإمارات؟ طبعا دول الخليج اليوم تنظر إلى أهمية تنويع مسألة مصادر الطاقة. طبعا دول الخليج وضعت خطط مستقبلية، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك مملكة البحرين. اليوم الكثير من المنشآت تعمل بالطاقة الشمسية. اليوم مطار أبو ظبي يعمل كذلك بالطاقة الشمسية على ما أظن. كذلك هناك خطة لدى دبي بأن تعمل خلال 5 سنوات القادمة كذلك بالطاقة الشمسية. هناك خطة واضحة بشأن عملية تنويع الطاقة والاعتماد على الطاقة الشمسية وعدم الاعتماد كذلك على النفط. احنا في نقطة كذلك مهمة ويجب ان نذكرها، بان اليوم اتفاقيات التغيير المناخي هي اتفاقيات ملزمة لدى الدول، ودخول اليوم الولايات المتحدة الامريكية حول هذه الاتفاقية تجعل العالم اليوم تحت الضغط، ويجب اليوم على الدول الالتزام الكامل بعملية التغيير المناخي. وخاصة أن شهدنا في الفترة الماضية الكثير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتي تسبب حسب الخبراء بأن تسبب الكثير من الكوارث البيئية. النقطة الثانية، طبعا دول الخليج تعمل على التوازن ما بين عملية تصدير النفط كذلك وعملية إيجاد طاقة بديلة، ويجب أن تكون هناك إيرادات متنوعة كذلك، ليس الاعتماد فقط على النفط. اليوم مثل ما تفضل ضيوفك الكرام بأن طبعا دول الخليج اليوم تشهد اليوم طفرات في مجال الاقتصاد، وبالتالي كل ذلك ينعكس اليوم على دول المنطقة. النقطة الأخيرة واللي حبيت أذكرها بأن اليوم دول مجلس التعاون كمنظومة تعمل على إيجاد الكثير من البدائل إلى الطاقة من خلال شبكة موحدة، ولعل اليوم الشبكة الكهربائية الموحدة لدول مجلس التعاون اللي هو المتصلة ما بين دول مجلس التعاون هي خير دليل على أن هناك تنسيق ومشترك بشأن امدادات الطاقة.